شفنا مشهد حضاري ورائع امبارح وهو المؤتمر الثاني الوطني للشباب، رؤيتك ايه لكل ما حدث في المؤتمر وايضا القرارات او التسع قرارات بالتحديد اللي قالهم وقررهم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ صراحه عايزه اتكلم انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفاجئنا كده بقرارات حلوه جدا لكل، عايزه اقول كل المحافظات بقى، ما بقتش القاهره بس، ما بقتش شرم بس، ده راح اسوان وراح هيروح كل المحافظات. عايزه اقول لك احتواء الشباب ده شيء مهم جدا. القرارات اللي اخذها السيد الرئيس في مؤتمر اسوان، عايزه اقول لك اعاده الحياه لاهالينا في اسوان. يعني يكون انه يقول الناس اللي اتضررت من السد العالي، الناس هنستبعد الفدادين اللي دخلت 1.5 مليون فدان، لا الناس حست بانتعاشه غريبه كده، لا ده احنا مصريين. ده انا عايزه اقول لك اهل النوبه، اهل النوبه دول ما كانوش حاسين ان هم مواطنين مصريين، كانوا يقولوا انتوا دايما حاسين ان هم مهمشين مهمشين، ويقولوا لنا احنا مواطنين من الدرجه الرابعه وحاجات كده كتيره جدا، لا كانوا بيطالبوا بحقوق كتير قوي. احنا عايزين نقول قعدنا الحياه ليهم، فرحانين ومبسوطين، شيء عظيم جدا اللي حصل، وقرارات عايز اقول مصيريه. يعني ان احنا نقول التعويضات وانشاء المشروعات، تنميه جنوب مصر دي حاجه مهمه جدا. احنا من امتى فين جنوب مصر؟ انا عايز اقول لك النواب عندنا في المجلس طول الوقت يا رئيس الصعيد انتوا سايبيننا، انتوا عاملينا مفيش حاجه ومش سائلين عننا ومهمشيننا، طول الوقت نواب الصعيد بيقولوا كده. طب يلا بقى الرئيس راح اخر حاجه تعالوا بقى انا في اسوان، طيب تعالوا مع بعض بقى طيب ازاي ان احنا يعني زي مؤتمر زي ده وقرارات وتخصص ليهم مبالغ، يعني مبالغ ضخمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خصصها لتنميه الصعيد، تفتكري ايه هي المعوقات اللي ممكن انها تعوق لتنميه الصعيد؟ التنفيذ بقى، تعالي لما هنصطدم بتنفيذ. طب ادي الفلوس، هاتي الرؤيه، انت هتعملي ايه؟ تعالي البيروقراطيه الاداريه اللي احنا عارفينها طبعا واللي هنتكلم عليها في المحليات حضرتك. طيب انا معايا الفلوس، طب انت هتعمل المشروع ايه، هتصطدم بيه، يبقى لازم اسخر كل المعوقات اللي هتقابلني عشان احقق التنميه. يعني هقول لحضرتك، طب ده دور مين يا فندم؟ ده دورنا كلنا، مواطنين، شباب، مؤسسات الدوله كلها، حكومه، واحنا ايدينا في ايدينا الحكومه، ويا رب نتعاون بقى وتبقى ان شاء الله التعديل الوزاري الجديد يبقى حاجه كويسه ونقدر ان شاء الله مع بعضينا نحقق حاجات كتير.